إخوة الإسلام والإيمان، ونبقى الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا
حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا صلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها أخرى. الله أكبر، الله أكبر، ربنا يزيدك.
حية تسعى قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله عليه وسلم. صل عليه. سلم ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، لقد وصف الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، ولخص دعوته في كلمتين فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محمد خير خلق الله كلهم.